مشاهدينا اهلا وسهلا بكم، ومنتقابل اليوم مع شخصية جديدة عند الصليب. شخصية اليوم شخصية عجيبة مثيرة، مرحة في التعامل. هو رجل دين باحث عن الحق وباحث عن المسيح. إنه الزائر الليلي الذي جاء في الظلام لكي يشرق عليه شمس البر. قال عنه الكتاب: الذي جاء إلى يسوع ليلا. نعم، إنه نيقوديموس. اسم نيقوديموس باللغة العبرية تعني نقي الدم، أما معنى اسمه في اليونانية المنتصر على الشعب. في يوحنا 3 الآية الأولى والثانية: كان إنسان من الفريسيين اسمه نيقوديموس، رئيس لليهود. هذا جاء إلى يسوع ليلا وقال له: يا معلم، نعلم أنك قد أتيت من الله معلما، لأن ليس أحد يقدر أن يعمل هذه الآيات التي أنت تعمل إن لم يكن الله معه. فواضح من هذه الآية أنه كان رجلاً ذات أخلاق عالية، وكان متعطش روحياً، لكن كان عنده عمى روحي وحيرة وعدم استقرار رغم مركزه ومقامه، إذ أحس أن هناك شيئاً ينقصه ولديه تساؤلات كثيرة. كان لقاءه مع المسيح حاسم وفاصل ومميز، إذ أصبح هذا اللقاء مدرسة نتعلم منها فن التواصل وكيفية الدخول إلى ملكوت السماوات والحصول على الحياة الأبدية من خلال الولادة الروحية الجديدة. لقد جاء إلى يسوع ليلاً لأنه بحسب علماء اليهود هذا أنسب الأوقات لدراسة الناموس، ساعة الليل، ولكي تكون له فرصة خاصة مع يسوع وينفرد به في وقت هادئ مفيد. لقد جاء إلى يسوع ليلا، ولقد أظهر احتراما ليسوع بقوله: يا معلم، ثم نعلم أنك قد أتيت من الله معلما. أعلى لقب ديني، لقب الشرف، واعترف أنه جاء من عند الله. فمن هو نيقوديموس؟ أولاً، كان نيقوديموس رئيس لليهود، أعلى منصب ديني، أي يعتبر قائد للمؤمنين. ثانياً، معلم إسرائيل. أجاب يسوع وقال له: أنت معلم إسرائيل ولست تعلم هذا؟ أي مكانة محترمة بين شعبه ويعتبر معلم المعلمين. ثالثاً، كان فريسياً، أي متمسك بحذافير وتفاصيل الشريعة ومتدين جداً. على فكرة كان في أيام المسيح 6000 فريسي، لكنه لم يكن مرائي أو متكبر كالباقين كما وصفهم المسيح في متى 23، لكنه كان مدققاً في حفظ كل وصية في الناموس الأدبي والناموس الطقسي. شيء رابع، كان عضو في مجلس السنهدرين، أعلى مجلس تشريعي عند اليهود، يتألف من 70 عضواً مع رئيس الكهنة يصبحون 71. له مكانة دينية وسياسية، منها تفسير الشريعة وحماية أسلوب وحياة وتقاليد اليهود. شيء خامس، كان غنياً جداً. نستنتج من: وجاء أيضاً نيقوديموس وهو حامل مزيج مر وعود نحو 100 منا، أي 30 كيلوغرام، إذ يصف التقدمة العظيمة والتضحية العلنية عندما جاء لتحنيط جسد الرب. نرى في هذا اللقاء التدرج بالإعلان: لقد جاء طالباً وباحثاً وخرج مقتنعاً ومؤمناً، من معتد إلى مؤيد، من متعجب إلى متعلم، من مستفهم إلى مدافع. قال لهم نيقوديموس: ألعل ناموس يدين إنساناً لم يسمع منه أولاً ويعرف ماذا فعل؟ أي مؤمن باحث، مؤمن علني ومجاهر، مخلص بدم يسوع.
في هذا اللقاء العجيب ألقى الوحي الضوء على عدة موضوعات مهمة ومصيرية. أولاً الولادة الروحية من فوق، لقد جاء مستفسراً ولكن المسيح بادره قائلاً: إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله. أي عملية الخلق الجديد والولادة الجديدة التي هي وليدة قوة الله ونعمته، لا بأعمال في بر عملناها نحن، بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس. إنها التغيير الجذري، هذا الميلاد الجديد هو الطريق الوحيد للوصول والدخول لملكوت الله وللبنوة لله وللحياة الأبدية. ثانياً الحية النحاسية، وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. وهذا معروف في ذهن نيقوديموس من العهد القديم، فقد أدرك خطة الله من خلال الصليب لخلاص ولشفاء البشرية. ثالثاً النور والظلمة، وهذه هي الدينونة. إن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة. إذ يتحدث عن الإيمان بيسوع هو الحماية من الدينونة، وعدم الإيمان بيسوع هو الدينونة عينها. نيقوديموس الذي أتى ليلاً إلى يسوع هو الذي أعلن إيمانه علناً بيسوع المسيح في يوم الصلب. نعم لقد دفع ثمناً باهظاً إذ نفي من أورشليم وخسر وظيفته وسمعته وخسر ثروته، ولقد أصبح فقيراً لكنه ربح المسيح، بل ربح السماء، بل ربح الحياة الأبدية. نعم إن اللقاء عند الصليب غير حياة نيقوديموس إلى الأبد. والآن فكر معي، ما هو موقفك أنت من صليب المسيح؟ بصليب المسيح نلنا غفران الخطايا وأصبح كل واحد منا ابناً وبنتاً للرب. الله يحبك ولا يريدك أن تهلك بل تكون لك الحياة الأبدية. مات المسيح على الصليب ليخلصك من الخطايا ولكي تدخل في علاقة جديدة معه. تعال مع الآن واعلن توبتك وصلي معي. ارحمني أنا الخاطئ، سامحني، أنا أقبلك اليوم مخلص لحياتي. إذا أردت مساعدة روحية رجاء اتصل بنا خلال الأرقام التالية أو تواصل معنا عبر السوشيال ميديا. ربنا يباركك.